السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم كاملين فيما كنتم في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم ان شاء الله، ما هو افضل مستقبل رقمي؟ كيف اختار افضل مستقبل رقمي؟ ما هو الجهاز الاستقبال الموجود حاليا بالاسواق؟ الى غير ذلك من الاسئله التي اتوصل بها عبر تعاليق اليوتيوب. وفي الحقيقه يعني اذا قلت مستقبل رقمي في حد ذاته، فالغالبية سيقولون أنك تقوم بعمل دعاية أو إشهار. عندما سوف أبتعد عن ذكر اسم مستقبل رقمي معين، الغالبية سيقولون يا أخي الكريم، لماذا أنت موجود في هذا المجال؟ أو لماذا قمت بنشر هذه القناة؟ عندما أحاول أن أعطي مواصفات قريبة لمستقبلات رقمية جيدة وأخرى ضعيفة وأخرى بها خصائص وأدوات، أجد فئة معينة تقول لي يا أخي الكريم ما كل هذا، اختصر الكلام إلى غير ذلك. ف يعني أي يعني من أي بيست غادي ندخل، أكيد غادي نلقى أربعة ديال الناس كيتسناوني في الآخر ديال الطريق، وهذه حاجة طبيعية. يعني اللي ممكن أنني نقول يعني في هذا الفيديو هو أنه مستقبلات رقمية اللي كاينة حاليا في الأسواق راه مستقبلات المدى القصير. يعني ستشتري مستقبل رقمي اليوم، ولكن بعد مرور واحد المده من الزمن ما غاديش يبقى مستقبل صالح. يعني انا بالنسبه لي كنعتبرهم اجهزه جوطابل. راه الا شفتوا حتى في لي ريفيو اللي كندير في القناه على سعد التقنيه، ان المستقبل الرقمي راه يكون اليوم تيربو، ولكن من بعد غادي يولي سون تروا، من بعد غادي يولي بيكالا، من بعد غادي يولي زباله افيراي. يعني خصنا نفهموا هذه القضيه الاخوان، انه راه هذا المجال هو المجال الوحيد اللي فيه المشاكل، ولكن كثرت القيل والقال عليه هي اللي خلاته واحد المجال يبقى دائما واحد، لانه البليبار ديال الكلام اللي كيروج حول هذا المجال هو دعايه واعلان. على فكره الاخوان، يعني كتجيو مثلا واحد الشخص كيدير واحد اشهار لواحد السيرفر ديالو، مثلا سيسكام كيشريه بسيبانيل ولا كيكريه، ولا المهم كيكريه واحد يعني سيرفر وغير من هاد الامور، يعني ماشي هو المسؤول عليه يعني في الاصل، وكيبدا يضرب في الشركات. مثلا كيقول لك الشركه الفلان فلانيه السيرفرات ديالها كلها ميته، فاكيد الناس ملي غادي يسمعوا هذه الهضره ديال ان الشركات راه السيرفرات ديالها لا علاقه وكذا 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 وكذا، وانه الهدف ديالهم هو يسوقوا الاجهزه وما الى غير ذلك، فانا كمستهلك غادي نحاز لهاد الهضره وغادي نقول اودي السيرفر ديال هذا الانسان هو اللي كاين. داكشي علاش قلت لكم اودي، راه 99% من المواضيع اللي كتطرح على هذا المجال راه كلها من اجل الدعايه والاعلان. اللي عنده شي سيرفر اي بي تي في كذا ومثال، كيقول اي بي تي في احسن من الشارينغ، احسن من كذا الى غير ذلك. ولكن راه نسينا واحد المساله، راه تغاضينا على الاخوان، هو ان هذا الشيء كامل دابا احنا اللي كنشوفوه فهو راه عباره على بيراطاج، راه عباره على قرصنه، راه ماشي شي حاجه اللي مضمونه يعني 100% او 100%. يعني باش نكونوا على صراحه، ملي كنتكلموا في مجال مقرصن فانت وزهرك تشري حاجه اليوم غدوز لك واحد المده وغتحبس. بحال مثلا القنوات الرياضيه السعوديه، نهار كتكون تيربو راه كنشوفوا الدعايه ديال الاجهزه اللي كتخرج بكثره، جهاز كيحمل هاد الباقه، جهاز كيحمل هاد الباقه، وكلها باثمنه اللي هي في المتناول، ولكن راه نسينا ان هاد الباقه هادي راه غيجي واحد النهار اللي غادي تحيي، لانها جات بواحد الطريقه اللي هي غير قانونيه. يعني كثرت عليها الدعايه، كثرت عليها الهضره يعني كيف ما كنقولوا، بالتالي راه الامد ديالها كيبقى قصير، وكيبقى يعني فقط غير مسألة زهر ومسألة وقت. يعني نهار تجي تقدر تمشي، تقدر تجي تقدر تمشي. يعني هذه هي النقطة اللي خصنا نفهموها الإخوان. أما بالنسبة للناس اللي كيقول لك أودي أجهزة الجيل الثالث أفضل من أجهزة الجيل الثاني، نعم أجهزة الجيل الثالث أو الرابع هي أجهزة نعم كتوفر على واحد الهاردوير اللي هو مزيان، هذاك الهاردوير كيساعدها أنها تخدم لك أي خاصية ممكن أنها تجي من هنا للمستقبل. يعني الخصائص ديالو ما محدوداش، يعني في أي وقت كتلقى ليه فيرموير. يعني هذا هو الامتياز اللي كاين في أجهزة الجيل الثالث والرابع، أنه كيواكب أشنو كاين مستقبلا. يعني حتى هو راه عنده أمد قصير ولكن على مدى السنوات. يعني مثلا السنة المقبلة غيتم تطوير نسخة أو إصدارات السيرفر سيسكام، يقدر مثلا يتم تطوير يعني احدى يعني انظمه التشفير او انظمه الحمايه. يعني كيتم تطوير هذه الخصائص وهذه الاجهزه ممكن انها باستطاعتها او القدره ديال ذاك الهاردوير اللي فيها ممكن انه يواكب اشنو جاي في المستقبل. داكشي علاش كتصنف هي اجهزه مزيانه، ولكن باش نقولوا مزيانه
حيت كتوفر شي حاجه خارقه للعاده راه ما كايناش، هي كتوفر خصائص اللي ممكن تكون في الجيل الثاني ولكن بثمن اللي هو طالع شويه. يعني عوض مثلا ما شرى واحد ريسبتور يعني 150 درهم يعني جاهز الخصائص وفيه لي بي تي في وفيه كل شيء وممكن انا نضيف ليه يعني الشفرات يعني غنخدم به مثلا واحد 6 شهور مثلا نقدر نشري واحد ريسبتور اللي التكلفه ديالو كتكون طالعه، غنستافد اولا من يعني اخر اصدارات يعني ديال السيرفر اللي ممكن انها تكون يعني سيسكام ولا غيرها، نستافد من لي زي بي تي في بليك بلوجين اي بي تي في، يعني داكشي كيكون في اي بي يعني كيكون طالع شويه. حتى الثمن ديال الاشتراكات ديال الاجهزه الجيل الثالث راه ما كيكونش بحال ثمن الاشتراكات ديال اجهزه الجيل الثاني، يعني الجيل الثالث دائما كيكون شي حاجه اللي اوت كام، يعني شي حاجه اللي كتكون يعني طالعه في التدريج. يعني هذا هو الفرق بين اجهزه الجيل الثالث والجيل الثاني. الجيل الثاني كل مثلا شهرين او 3 شهور غادي نلقى واحد الجهاز جديد كيهرس الجهاز القديم وكيروج في الاسواق بثمن اللي هو معقول، والمستهلك كيشريه يعني بدون يعني اي شيء، يعني نظرا لان التكلفه ديالو رخيصه شويه. يعني هنا تكلمنا على هذه المساله الاولى، المساله ديال ان هذه الاجهزه راه كلها يعني كتعتمد على نظام البيراطاج، هذا الشيء راه نكونوا معكم فيه صراحه. المساله الثانيه الجيل الثاني والجيل الثالث راه ما كاينش بيناتهم فرق، فقط في الخصائص التقنيه. المساله الثالثه والاخيره كل شركه عندها واحد الاسطول ديال الاجهزه، مثلا دايره لك واحد الاسطول في سقف 230 او 300 او 400 درهم، دعوه الثاني داير لك اسطول من 500 مثلا حتى ل 800 درهم، داير لك اسطول اخر مثلا من 800 حتى ل 1500 ولا 2000 درهم. يعني الاسطول الاول دائما يعني دوك الاجهزه اللي كيكونوا ميني او صغار دائما كيكونوا فيهم يعني خصائص اللي هي مفرقعه كيف ما كنقولوا، وفي نفس الوقت يعني الجهاز ما كيستحملهاش، يعني ربما غادي من بعد تبدا تكتشف معاه مجموعه من المشاكل. يعني الاجهزه اللي كتواكب هذاك الثمن بخصائص اللي هي مزيانه، وراه كاينه يعني راه كاين بزاف ديال الاجهزه في الاسواق في كل زمان وفي كل مكان. الاجهزه ديال هذا الزمن اللي انا كنهضر فيه في هذا الفيديو مستقبلا غيكونوا اجهزه اخرى غادي تبدل اولا غتكون في بلاصه هذه الاجهزه. الأجهزة كذلك اللي كتكون في متوسط يعني الثمن كذلك ستكون لها خصائص أخرى أكثر تطورا، وكذلك الأجهزة اللي هي طالعة غالبا كيكون فيها نظام أندرويد، كيكون فيها ملتي ستريم، كيكون فيها دونجل، كيكون فيها يعني دي سيرفر اللي هما مواكبة يعني الأجهزة اللي هي قوية، وغالبا هاد السيرفرات كيكونوا مزيانين نظرا لأن التكلفة ديال الأجهزة اللي كتدعمها أو الشري أو الفرق اللي كتدمج يعني الإضافة في هذاك السيرفر أو لا في هذاك الجهاز، فغالبا كيكون يعني الإقبال عليه قليل، وبالتالي فالسيرفر دائما كيبقى ستابل وكيبقى مزيان. ودائما ملي كيكون شي تطوير او لا كيكون شي فيرموير جديد كيبداو بهذوك الاجهزه هما الاولين عاد كيبداو ينزلوا بالتدريج. يعني هذا هو الفرق الاخوه اللي كاين. والمساله الاخيره يعني قبل ما نختم الفيديو، اكيد انكم غتقولوا لي واختصر علينا وقول لنا شنو هما الريسيفتورات اللي مزيان، شنو هما الشركات اللي مزيانين، فما غاديش نكذب عليكم. الا مشيت قلت شي سيرفر ولا شي شركه اكيد غادي تقولوا انني انا كندير دعايه او لا كندير اشهار لهذيك الشركه، او لا غتقولوا انه عندي يد مع هذيك الشركه، وبالتالي غنقول لكم انه ما كاين حتى شي فرق بين الشركة A وشركة B وشركة C وشركة E وشركة F، كلهم شركات سواسية، غير هو الاسم هو اللي كيختلف. مثلا الشركة A وشركة B كتلقى مثلا الشركة A عندها واحد الفيرجن أو واحد الفيرسيون ديال واحد الريسبتور راه بحال واحد الفيرسيون كاين عند الشركة B، غير هو كيكونوا مبدلين لهم واحد التويشي يعني داك لونفاساد ولا الانترفاس يعني ديال الموني، يعني كتكون بدلة من بين الريسبتور A والريسبتور B، ولكن الخصائص التقنية اللي في A و B راه سي كيف كيف، راه بحال بحال. يعني يعني الفرق اللي كتدعم أو الفريق اللي كيدعم دوك الإضافات اللي كيخدموا لهم دوك لي سيرفر راه نقدروا نلقاوه في هاد الماركة في شركة A، ونقدروا نلقاو في ماركه في هذه الشركه بي، وكيكون نفس الثمن، غير هو كيكون يعني التوزيع او الجهه الموزعه كتكون حسب كل دوله على حده. الجزائر مثلا عندها شركه، تونس عندها شركه، الجزائر عندها شركه، يعني دائما كيكونوا الشركات كيتنافسوا فيما بينهم في منطقه معينه، وبالتالي كنلاحظوا هذا الشيء حتى في يعني في المجموعات على الفيسبوك كنلقاو انه بزاف ديال الناس كيقول لك الشركه الفلانيه الفلانيه من الجزائر دائما ما تطرح اجهزه قويه ودائما هي السباقه في طرح لي فيرموير عكس الشركه المغربيه او عكس الشركه التونسيه والعكس، يعني يقول الشركه المغربيه افضل، يعني دائما هذه المنافسه سوف تجدونها يعني طوال المده كلما يعني اتيحت الفرصه بين الفرق. وانا متاكد انه في التعاليق على هذا الفيديو ساجد من يقول افضل جهاز هو هذا الجهاز، هذا الفيرموير، هذا يعني الاخوان، هادشي خصنا نفهموه وخصنا نكونوا واضحين فيه. راه اي حاجه شريتيها اليوم
راه غدار ما غتلقاهاش كيف ما لقيتها اليوم. وخير دليل راه كاين مراجعات اللي طرحناها على ساعه التقنيه في اليوتيوب حاليا، كاين بعض الاجهزه اللي حاليا درت لها مراجعه باقاو ساريه المفعول، وكاين اجهزه اللي مات المفعول ديالها يعني ولات من الماضي. والله غريب في الامر انه مازال الناس باقيين كيعلقوا لي عليها. علاش؟ لانه حنا ما كنفرقوش بين الاجهزه اللي كاينه مواكبه حاليا والاجهزه اللي كانت في السابق او اللي غتكون في المستقبل. دائما خصنا نبقاو مواكبين لهذا المجال بغينا نعرفوا اشنو كاين. وكخلاصه نتمنى انه يكون فقط هذا البسيط او هذا الفيديو هذا يكون قد نال رضاكم، وكذلك حاولت انني نعطيكم فكره حول الموضوع لانه هذا الشيء اللي كاين. ما غنبقاش انا كل خطره نبدا نتصنت لهاد التعاليق ديال احسن جهاز، افضل جهاز، جهاز كذا. اللي غادي ينصحك هو الشخص اللي غادي يبيعه، ما دير حاجه باينه. اللي غادي يبغي يبيع شي سلعه يقول لك هذا هو الجهاز الزوين غارونتي كذا كذا، غتشريه لقيتيه مزيان ولا لقيتيه العكس، هذه كتبقى مساله بينكم وبين البائع. ولكن بينك وبيني انا كشخص تقني او اي تقني على اليوتيوب كتبقى بيني وبينك مساله تقنيه، كنهضر معاك في كل ما هو تقني، ما غاديش نهضر معاك انا في كل ما هو يعني موجود في السوق او لا في الساحه. يعني حتى وان وجدت مراجعات تقنيه على هذه القناه فالغرض منها وهو انني اعطيك فكره فقط، راه ليس اعلان او اشهار. وحتى وان كان اعلان او اشهار فانا فقط اعطيك فكره، ولكن الراي الصائب يرجع لك انت. هذا ما كان. تهلاو فريسكم.